أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما يسمى اليوم بمزاين الإبل، ما حكم أخذ الجوائز عليها؟ ما يسمى بمزاين الإبل، إنزاء مزاين، كيف مزاينة؟ اختار أجملها وأزينها. وش السؤال؟ ما يسمى اليوم بمزاين الإبل، يعني يؤخذ جائزة على اللي يكون أزينها؟ هذا حرام، لا يجوز، لا حرام، لا يجوز، هذا أكل المال بالباطل. نعم، لكن المسابقة على الإبل تؤخذ الجائزة على المسابقة على الإبل، أما أيها أزين فلا يجوز أخذ شيء عليه. نعم.